الخبر الاول اللي عادنا عن شهد وسمد وحبل شهد. للمره الثانيه في شهد وسمد نزلوا هذا المقطع على قناتهم باليوتيوب. هذا المقطع اليوم من خلاله انا شهد حامي راح اعطيكم اللقطه شوفوها. مثل ما قريته بالعنوان انا حامل ببيبي الثاني. ايدي عم ترجف كثير متوتره كثير فرحانه هيك كثير احاسيس مختلطه. صار لي كم يوم بعرف بهالشيء. سياماند لحد هلا ما بيعرف. صار لي كم يوم مخبيه عن سياماند هالخبر لاني بصراحه حبيت اعمل شيء مختلف او افاجئ سياماند بخبر الحمل بطريقه مختلفه وبطريقه حلوه. صار لي كم يوم عم بفكر كيف بدي اخلي سياماند يعرف انه انا حامل بطريقه حلوه. فخطر لي فكره كثير كثير حلوه. حاليا عم بشتغل على المفاجأة. صار لي كم يوم عم بخطط لهالشيء من دون علم سياماند طبعا. وهذا يكون شهد وسمد واحمد حسن وزينب اثنيناتهم حاملين بنفس هذه الفتره. فالله يقومهم بالسلامه يا رب. لا تنسوني حبايب نسوي لهم الكومنتات ان الله يقومهم بالسلامه يا رب. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عدنا هو مملكه المشاهير. فمملكه المشاهير نزل مقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع سوى به مقابله ويا ياسو. وطبعا سالناها اسئله كلش قويه واسئله ناريه منها اللي راح ترجع الفريق فنبولي او لا وترجع صوب وياهم. وصل حاجبتها عشان كل صادمه راح احطكم الحلقه بالوصف. اتمنى من الكل يروح يشوف الحلقه ويشوف اجوبتها الصادمه. وطبعا لا تنسوني يا حبايب تشتركوا بالقناه اما اذا حاولوا نوصلها اكثر. طبعا هي قناتي الثانيه يا حبايبي الكل يشترك بيها. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدى فهو غيث مروان. فغيث مروان نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات. وبهذه الستوريات بدا يعلن من خلالها انه راح يرجع اليوتيوب الفتره هذه الجايه وراح يرجع ينزل مقاطع بشكل اكبر. فرحتكم هذه الستوريات حابين نشوفها كامل. جايز للناس اللي عم تستني على الفيديوهات اليوتيوب امتى حنزل؟ فان شاء الله بخلال هاليومين اوكي؟ يعني يا الخميس يا السبت يعني يا بعد يومين يا الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين ريني بيوتي على نور ستارز. نور ستارز نزلت على سبب الانستغرام هذا البوست وبهذا البوست كان بهذه الصوره. وكالعاده يا حبايب كل كومنتات اللي جتيها صاروا يتهجمون عليها. انتم قاعدين تسوون اعلانات وفلسطين حاليا قاعده تتدمر. واللي قاعد يتهجموا عليهم جمهور ناري بيوتي ان هذول دموع حيين او لا. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بالخبر وهل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وكشف حقيقة سيدرا. في نارين بيوتي طلعت احد المقابلات ويا كارول. وبهذه المقابله يا حبايب المذيعه سالتها ليش سيدرا قطعت على اليوتيوب فتره كلش طويله ومسحت مقاطعها. في نارين كشفت الحقيقه انه هي سبب التنمر تعرضت له بالمدرسه انه خشمه كبير. ولكن بعد ما سويت عمليه الخشم رجعت لليوتيوب. راح تكون الستوريات تشوفوها. سيدرا كل شيء على قناتها كان عندها فوق ال 70 مليون مشاهده. حذفت كل الفيديوهات اللي عليها. يعني ما حطتهم برايفت وخفتهم على الخاص. حذفتهم؟ ايه كان عليها اكثر من 70 مليون مشاهده. تنمروا عليها الناس بالمدرسه. صار عندها مشاكل مع نفسها مع شكلها مع الطريقه اللي هي على الكاميرا. تنمروا عليها بالمدرسه على شو؟ بلشت تحس حالها انه هي ما انا حلوه. حذفت كل شيء وبطل بدها تطلع. بطل حتى بدها تطلع معي. لا ما كانت خايفه من شيء، كانت تقول نو ماني حلوه ما بدي اتصور. ما بدها تضل ذكرى عن حالها بهالشكل، بأي شكل. قبل عمليه الانف يعني؟ بلشت انه هي انه ماني حلوه كذا هيك. بعدين شيرين بتقول لي انه في اولاد عم يتنمروا عليها بالمدرسه. شو عاشوا؟ انه على شكلك كذا، انفك كثير كبير، انفي يعني. وانا كان مثلا انا ما كنت عامله انفي، فكان انفي اكبر منها. ماما تحاول تقول لها نو بفيك الموضوع نو ماما تقول لها انه ليكي نارين انفا وكذا وما شاء الله اليوم من اكبر اليوتيوبرز. ليه؟ لا انا ما حلوه ما بدي صور. صارت 18 خدناها عملناها لها عملية انف وصورت بنفس اليوم. عايش شوفوا الورم اللي عند عيوني لسه حبوش. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بالكلام اللي قالته نارين بيوتي وعن اللي صار ويا سيدرا. هل توقعتوا او لا؟ وهل انصدمتوا من اللي شفتوه او لا؟ وبصوا حبايبنا وصلت المقطع اللي تسوون مقابلة ياسو بالوصف. اتمنى من الكل يروح يشوفه ويوصل القناة 150 الف مشترك. وبس كان اكو فايز زي مقاطع من القصص ومع السلامة.